النهارده هناخد درس جديد لسنه رابعه صفحه 45 في كتاب المعاصر. هنقرا مع بعض كلمات الدرس ونحل عليه. يلا سنه رابعه. كلمه بيرن يعني حرق او يحترق، لما حد يتلسع كده اسمها بيرن. خلاص قلنا كده صفحه. سكريب يعني خدش، حد مثلا يبقى راكب العجله مثلا يقع ويديته تتخدش كده، دي اسمها سكريب. عارفه ان احنا اخدنا كلمه بس جبنا خدناها قبل ما نجيب الكتاب. باند ايد معناه اللاصق الطبي، اللزق اللي بنحطه على الجرح اسمه باند ايد. سبرين يعني التواء، لما حد يمشي ورجليه تتني كده اللي هو اللي اسمها الجزع دوت اسمها سبرين. كف يعني كحه او سعال. باك يعني ظهر. جلوفز يعني جوانتيات. خلاص كده؟ تعالوا بقى الكلمات الاضافيه تحت. نوز بليد خدناها قبل كده اللي هي ايه؟ نزيف الانف. نوز بليد. بنشنج اللي هو الضغط. بطر يعني زبده. جوينتس اللي هي مفاصل الجسم اللي هي بتربط العظام ببعضها. كايند يعني نوع او معناها لطيف او طيب. اوبن يعني يفتح او مفتوح. فيرست ايد كيت، عارفين الصندوق اللي فيه الاسعافات الاوليه، اللزق والشاش والبتاع البيتادين والحاجات ده اسمه ايه؟ اسمه فيرست ايد كيت. باج اوف ايس كيس ثلج، باج اوف ايس. صوب صابون، صوب صابون. خلاص كده؟ يبقى ده الكلمات الاه. هنقراهم تاني معايا. بيرن، سكريب، باند ايد، سبرين، كف، باك، جلوفز، نوز بليد، بنشنج، بوتر، جوينتس، كايند، اوبن، فيرست ايد كيت، باج اوف ايس، صوب. تعالوا بقى نقرا التعبيرات اللي تحت ديت. ايوه يلا هنقرا التعبيرات اللي تحت. صوب. هيت هيم اون ذا باك، هيت هيم اون ذا باك. لما حد بيشرق ويقعد يكح احنا بنعمل ايه؟ تعالى يا كده. تعالى ادم بيشرق وبيكح، كح يا ادم. كح احنا بنعمل كح يا ولد. بنعمل ايه؟ بنروح مخبطين على ظهره كده. هي دي بقى هي دي. هيت هيم اون ذا باك، اضربه على ظهره. في واحد يقول لك اضربه على ظهره، هي دي. Hit him on the back with your hand open، ويدك مفتوحة أو مفرودة. Be a kind friend، كن صديقا عطوفا. Through the mouth، خلال الفم. Continue pinching the nose، استمر في الضغط على الأنف. لما حد بيجيله نسف من الأنف بنعمل إيه؟ لازم ضغط على الأنف لمدة معينة، لمدة مش عارفة كام ثانية، لحد من خمس لعشر دقايق. من 5 لـ10 دقايق، 4-5 to 10 minutes، عشان النزيف ايه؟ يتوقف. خلاص كده؟ تعالوا بقى نشوف الحالات دي نقراها كده مع بعض. الحاجات دي اسمها ايه؟ مشاكل صحية، صح؟ حد مثلا بيتعور، حد بيتحرق، حد مناخيره بتنزل، اسمها health problems. health problems يعني ايه؟ مشاكل صحية. Your friend has a burn on his or her hand. لما حد من اصدقائك يبقى عنده بيرن، حرق في ايه؟ في ايده. بيقول لك ايه المفروض اللي انت تعمله او احنا نعمل ايه؟ تعالوا بقى كده. اول حاجه your friend has a burn on his or her hand. لما حد يكون عنده حرق في ايده. solution، solution يعني الحل. حله ايه؟ بتعمله ايه؟ hold the hand، تحط ايدينا تحت الايه؟ الميه. hold the hand under cold water for 10 minutes. ده انا حاطين ايدينا تحت الميه كده شويه 10 دقائق عشان ايه؟ الحرق يهدى شويه. يبقى نحط اليد تحت الماء لمده 10 دقائق. طب المشكله الثانيه your cousin can't breathe، she is coughing. مش قادره تاخد نفسها كده وعماله كح. نعمل ايه؟ نربطها على ظهرها على طول. hit her on the back with your hand open. وبعدين ايه؟ لازم تكون تعالى ولا اي حد يجي تاني. لازم تكون الايه؟ هاند
الهاند اوبن يعني ايدك مفتوحه كده كده ماشي يعني تعال كده عند الكاميرا كده كده ماشي ما حدش يعمل كده بعد يبقى كده يبقى بيضربها كده خلاص الخبطه دي ها سوري يا حنين يبقى حد بيكح ومش قادر ياخد نفسه your cousin can't breathe she is coughing هنعمل ايه solution الحل بتاعها ايه hit her on the back with your hand open وتكون ايدك ايه مفتوحه بعد كده your brother sprained his foot رجله اتلوت لو حد رجله اتلوت press a bag of ice on his foot عارفين في الملاعب اللاعيبه لما بييجوا يلعبوا ورجلهم تلتوي بيروحوا جايبين كيس من الثلج كده ويروحوا حاطينه على الايه على الالتواء فهو ده يبقى لو حد رجله اتلوت بنعمل ايه ها بريس هنقولها ايه مش بقى كده بريس اباي ايس يعني ايه بريس بريس يعني تخليك حاطط كده كده تخليك واضع كده كده اضغط صفحه اللي قصادها 47 برضه نفس الموضوع هنعطي التعليمات بغرض المساعده ان احنا بنساعد حد someone falls over and cuts their leg be kind be a kind friend شخص سقط وايه ورجله اتعورت لازم نخلينا ايه يعني مثلا حد وقع واتعور مش نقعد نضحك عليه لا نساعده على طول ماشي مش زي ما انتوا بتعملوا ask them to sit down قول له اقعد ما تخافش put on gloves ارتدي القفازات طبعا لازم يكون عندنا الصندوق بتاع الاسعافات الاوليه نرتدي القفازات wash the scrape with water and soap لازم ننظف الجرح يعني ما فيش حد يجي يتعور نروح حاطين اللزقه على طول كده لا ننظف الاول الجرح عشان اكيد الجرح ايه اتلوث فنغسل الجرح with water and soap نغسله بالميه والصابون put on a band aid ونحط اللزقه دي ماشي زي نيكست داي في اليوم الثاني برضو بنشيل اللزقه بقى نغيرها ونغسل الجرح ونحط لزقه جديده wash scrape with soap برضو هنغسل بالميه والصابون and water again كلمه again معناها ايه مره اخرى ريدو ذا باند ايه وقم باعاده وضع الضماده الطبيه مره اخرى ريدو يعني بص الفعل دو معناه ايه معناه يفعل صوت الفعل دو معناه يفعل تمام كده طب انا عايزه اقول افعل مره اخرى او اعيد اللي انا عملته تاني اقولها ريدو بنزود لها ار اي وبعدين دو ريدو يعني اعيد اللي انا عملته تاني فبيقول لك هنا انت هتغسل بالميه والصابون تاني وتحط لزقه تاني فبدل ما بيقول لك تاني يقول لك ريدو يعني عيد اللي انت عملته تاني يبقى يفعل يعني دو طب يعيد فعل ريدو خلاص كده يلا بقى رقم 2 شوف الحاله الثانيه بتاعت نزيف الامن someone لو سمحتوا بصوا في الكتاب someone has a nose bleed حد عنده نزيف في الانف be a kind friend خليك طيب معاه ما تضحكش عليه نعمل ايه بقى ask them to sit down قول له اقعد اهدى كده تاني حاجة pinch their soft part of the nose for 10 or 15 minutes at least اضغط بقى على انفه كده من 10 ل 15 دقيقة عشان الدم يرجع بقى تاني وخلاص وايه وما عادش ينزل يبقى بنش اضغط بنش يعني ايه اضغط تاني حاجة hold their nose with ice bag of vegetables covered by a towel ضع كيس من الخضروات المثلجة مغطى في منشفة يعني انت مثلا فرضا ان احنا ما لقيناش ثلج في التلاجة نعمل ايه اي كيس في التلاجة مجمد نحط عليه فوطة وبعدين ايه نضغط على الانف عشان الايه الدم ايه ما يدموش ايه ينزل الدم التجميد لما بيتجمد الدم بايه بيرجع بقى لورا خلاص بقى وايه اما في السخونيه لو في سخونه حتى الناس اللي اصلا بيجي لها نزيف في الحر لما الجو يبقى حر قوي في ناس كده بتنزف من مناخيرها بسبب الحراره فاحنا نعمل ايه نعمل بروده هنا على الايه على المناخير عشان الدم ايه ما المناخير ما تنزلش دم تمام كده يبقى فرضا لازم نتصرف فرضا ان احنا ما لقيناش ثلج نعمل ايه نطلع اي كيس مجمد في الثلاجة نحط عليه
الفوطه بس عشان ما يجيش عليه حاجه ولا يتوسخ، حط عليه فوطه ونحطه على الايه، على المكان الايه النسف. اسك زيم تو بريف، ولازم برضو نقول له يتنفس كويس، ما يكتمش نفسه، ياخد نفسه على طول عشان الدم سرعات الضربات بتاع القلب تنتصب، والدم ايه ينتصب، ما يدموش ينزل. اسك زيم تو بريف ثرو ذير ماوث، وخليه يتنفس من ايه؟ من انفه. طبعا احنا هنسد المناخير عشان الدم يقف، فخليه يتنفس من انفه كويس، يسحب الهواء من الايه؟ من الفم، من الفم. تمام كده؟ يبقى ديت المشاكل الصحيه اللي خدناها النهارده. لو حد عنده قف ومش قادر يتنفس كانت بريف، نعمل ايه؟ نخبط على ظهره. يعني ايه بالانجلش؟ ها؟ اسمها ايه؟ هيد هيم اون ذا باك، هيد هيم اون ذا باك، هيد هيم اون ذا باك، هيد هيم اون ذا باك. طيب اللي عنده نص بايد نعمل ايه؟ بنش هيز نوز at least 10 or 15 minutes، من 10 ل 15 ايه دقيقه. تعالوا نحل بقى على الدرس، يلا صفحه 48 صوت 48، يلا نمشي بالدور. هو نص استماع بنسمع له الاول وبعدين نجاوب. نص الاستماع خليه دلوقتي. تعالوا نحل من اول الاختيارات وتشوز، نحل من اول تشوز. خلاص يلا. I love playing video games. I only play them on Saturdays. هنختار هنا and ولا but؟ تعالى استماع، على استماع نبقى نقرا وبعدين ها هنا يقول بط. لا بط ليه؟ انا بحب الفيديو جيمز ولكن بلعبها يوم الايه؟ السبت بس. يبقى نختار بط. اخترت يا بابا؟ فين؟ طب ركز معايا. يلا السؤال الثاني. بطئن النقط when you have a scrape. بنضع ايه لما بيبقى عندنا كاتش او جرح؟ جاكيت ولا ووتر ولا بان ايد ولا جوز؟ بان ايد. النصاق الضماده. She has a nose bleed. So ask her to through the mouth. Through her mouth. ايه هتعمل ايه للفم؟ تتنفس. بريث. I practice basketball, football every day. And برافو، انا بضيف حاجة يبقى and. The scrape was water and soap. ها؟ The scrape was water and soap. اغسل الجرح بالمية والصابون. اغسل يعني wash. Wash the scrape with water and soap. My sister her foot, so I pressed a bag of ice on her foot. ها ماي سيستر هير فوت، ايه اللي حصل في رجليها؟ التواء يعني ايه؟ اني واحده نو نو سبرين، برافو سبرين، يلتوي يحبس لها التواء. يلا رقم، احنا في رقم كام؟ خلاص خلاص اللي وسطها بقى. يلا صفحة 49. My mom and I go walking in the desert. رحنا نتمشى في الصحراء. في حد بيتمشى في الصحراء؟ With my dad. مع والدي. Dad is a nut. ها هو ايه؟ فاكرين لما كنا خدنا الاب؟ نو الاب شغلته ايه عشان بيروح في الصحراء؟ ساينتست. برافو. عشان بي ايه؟ بي بيدرس الحيوانات والايه؟ والنباتات. او بيلم الغنم عشان يعمل ازاز. يبقى ساينتست عشان ايه؟
خلاص صوت and stop he likes looking at animals and plants the desert is very interesting but it's very sometimes الصحراء بتبقى ايه hot we with him every weekend we نذهب معه we ايه go we go صوت لو سمحت صوت يلا نختار من A ل B my cousin نختار لها ايه من الاختيارات من اللي هيختار لي no what water and no but sprained his foot رجله اتلوت sprained his foot يبقى اخر واحده هنكتب عليها one I want to play football no but I hurt my leg ولكن رجلي تؤلمني عايزه العب كوره ولكن نمبر A هنكتب عليها 2 What's the scrape? What's the scrape? لا هتغسلي الجرح من عصارة المعدة ازاي؟ With water and soap هنغسله بالووتر والسوب يبقى B هنكتب عليها نمبر 3 يلا الترتيب بقى مين هيرتب؟ طب يلا رتب مع بعض كده عشان الجمل طويلة شوية My مين؟ My sister يبقى my sister my sister ايه برافو has عندها ايه a burn حرق sister has a burn on her arm برافو a burn on her arm يبقى my sister has a burn on her لا حرق مش عدوان burn on her arm يلا الثانية someone on her arm شوف الكلمات النص عندك ايه on her arm someone ايه ها وقع يعني ايه falls over يبقى someone falls over خلصنا لحد over and انت ما بترتبش ليه and cuts his leg and cuts his leg Your cousin can't breathe خلاص نقلب الصفحة هنقرا الكتعة ونحل عليها I am Adam I am in a wheelchair basketball team at school يعني ايه wheelchair كرسي متحرك We practice 3 times every week بنتمرن 3 مرات في الأسبوع I drink cola بشرب كولا but I want to drink more water ولكن بشرب مية كتير I don't play video games ما بلعبش video games because لأن I'm very busy أنا مشغول جدا I like to play with my friends in the park بلعب مع أصدقائي في الإيه؟ في الحديقة في البار تعالوا بقى نختار تعالوا نختار Adam practices basketball times every week بتمرن كم مرة في الأسبوع؟ ها؟ Three times السطر الثاني عندنا three times every week بقى نختار 3 يلا الثانية Adam is
in a wheelchair team. فريق ايه؟ باسكتبول. باسكتبول، برافو. آدم is very excited. ها نختارها. excited. فين excited؟ الأخيرة. هتهلم القطعة؟ الأخيرة. لا. هتهلم القطعة السطر اللي قبل الأخير. ها مين هيقولها لي؟ مشغول. مشغول يعني إيه؟ busy. very busy. busy يعني مشغول. أول واحد. what does Adam want to drink؟ مين هيجيب لي الجملة دي بالقطعة؟ drink بيشرب إيه؟ water. وايه كمان؟ وكولا. اتنين. سطر تاني. I drink cola but I want to drink more water. من اول I لحد water هنكتبها تحت السؤال. من اول I drink cola but I want to drink more water. ده كله هيتكتب تحت. I drink cola. من اول اي درينك كولا لحد ووتر. تحت اول جمله. كملي بقى. اي درينك كولا بط اي درينك ووتر. يلا بسرعه. انا هقرا السؤال اللي بعديه على ما نخلصه. Why doesn't Adam play video games؟ ما بيلعبش فيديو جيمز ليه؟ قولي يا حد. قولي يا رب. Because I am very busy. برافو. Because I am very busy. لاني مشغول جدا مفيش وقت. I might لا الحد busy بس. Because I'm very السطر اللي قبل الاخير. من اول because لا هما اربع كلمات. Because I'm very busy بس كده. بس بدل نكتب اي ام بدل اي ام نكتبها هي از. اللي احنا بنتكلم عليه هو ما هو مشغول. طب احنا هو بيقول لك هو ما بيلعبش ليه؟ عشان هو مشغول. بيكوز وهي از فيري بيزي. بدل اي ام هنكتب هي از. خلاص عشان احنا بنتكلم عليه. بيكوز هي از فيري بيزي هو مشغول. ده بالنسبة للايه؟ للسؤال الثاني في القطعة. بيسي. بيسي يعني مشغول. مين اللي هيعمل لي بانكتويشن؟ نزيف الانف. نوز بليد. الضغط.
زبدة بطر لطيف أو طيب كايند يفتح أو مفتوح أوبن كيس تلج باج اوف ايس صابون بصوا احنا خدنا الكلمه دي وخدنا الكلمه دي تعالوا نشوف الفرق في النطق ما بين الكلمتين دول ها شرفه دي شرفه دي صابون دي اسمها سوب سوب دي صوب صوب دي ايه سوب ودي صوب سوب صوب سوب صوب ده الفرق في النطق بين الايه؟ بين الكلمتين دول لان في ناس بتنطق نفس النطق لا دي سوب صوب خلاص كده؟ وانت هتعملي بكره نص ايه؟ هنبقى نتكلم حرق او يحترق بام تعالي يا رحمه يلا اقرا هتعملي كده ها يلا يا رحمة نركز برين سبرين كفو كفو بيك كلوف نوت ليف بيشين بطر جوين كاين اوبن فرست ايد كيك باك اوف ايس اوف رايت اوف ايس سو ها يلا يا ادم معاك قبل احنا ناخد كل الكلمات اي بير سبراي بان اي سبراي كاف كاف دي باي لوكس كاف نوت دي ليف نوت فرنش اي صوتك لو سمحت بطل جوينتس كاينز اوبن فورست ايد كيفنس باب اوف ايس باب سو يلا تعالي حنين بيرن فريش Joints. Client. Open. First aid kit.